دي مو؟ نعم. انت شلون ما اخذت فلوس من جرتي؟ كنت نايم. اي ونايم نايم تاخذين الفلوس تروح تشترين بيه الملابس؟ ايش بعمل؟ مش عندي ملابس. مو فلوسي مو فلوسي مو فلوسي دني فلوس العالم. انت ليش سبت اخويا عشان تعطيني فلوس؟ وجي فلوس صديقي. فلوس صديقي هسان. منين اعطيت صديق فلوس؟ منين اعطيت صديق فلوس؟ بعدين انت تشترين ملابس تعبالي نفسك كيوت؟ انت اصلا مو كتكوت عش تشترين ملابس؟ انا صديقاتي كلهم يعطوا عليهم اخواتهم يعطوا فلوس عشان يشتروا شيء. انت ليش هيك؟ ذولاك كتكوت. انت مو كتكوت عليك تشترين ملابس عليك تسوين نفسك حلوه. والله ما كتكوت. انت مو كتكوت. أنا مو كتكوت. أنت مو كتكوت. كذاب. أنت شو تغارع مني عم تقول هيك؟ أنا كتكوت وما شاء الله علي. شوف كل اللي في الحارة يقول علي ما شاء الله يديم وأنت مرة كتكوت. أحلى بنت في الحارة يقولوا. أمشي في الطريق كل حدا يقول أوه أنت تقول علي مش كتكوت عشان تغار مني. من هو يقول لك بالطريق ولد؟ من هو يقول لك بالطريق؟ هذي صديقيني. صديقينك؟ والله لا اقول لابويا والله لا اقول لابويا وعلى مود انت بعد ما تطلعين الباب وانت ما تسوي نفسك كتكوت ما ادري شني وانت كنش عم تساعديه والله ما تطلعين والله اصلا راح اقول على بيي بعد راح اقول اخوي يشرب اخوي يشرب بخور اخوي دوم جنب بنات واقول على بي هيداك اليوم اللي صار مشكله صار حديث في سيارتك اخوي عمله. اصلا انت اكبر غلط تمشين ويا هاي ساره او ويا يلدز دنيك بنات كتكوت حلوات انت تمشين وياهن اصلا ولا حلوه وما ادري شلون يمشين وياك عشان مو بنات كتكوت تجي دوم تقول كلام جنبال شنو صار يقول علي ليش اخوك دوم يجي عندنا يقول اي طبعا ما شايف كتكوت ليش طب ليش تصير خفيف جنبال اذا صديقاتي مش كتكوت.